أهلا بكم. غابات الأمازون هي رئة الأرض المسؤولة عن إنتاج حوالي 25% من الأكسجين على سطح الأرض. تدهورت غابات الأمازون بدرجة أكبر بكثير مما كان يعتقد العلماء سابقا. تأثر أكثر من ثلث الغابات المتبقية بسلوكيات البشر، وهذا وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة ساينس. هذه النتائج خلاصة مراجعة تحليلية للبيانات المنشورة في الدراسات السابقة ذات الصلة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي تحدد التغيرات في منطقة الأمازون في الفترة بين عامي 2001 و2018. تظهر الدراسة أن ما يصل إلى 38% من مساحة غابات الأمازون المتبقية، أي ما يعادل 10 أضعاف مساحة بريطانيا، تأثرت بشكل كبير بسبب التدخلات البشرية، ما تسبب في انبعاثات كربونية بتعادل أو تزيد على تلك الناتجة عن إزالة الغابات. يقصد العلماء بمفهوم التدهور في الغابات هي التغيرات قصيرة أو طويلة الأمد التي يسببها الإنسان، ويختلف التدهور عن إزالة الغابات. ففي حالة إزالة الغابات بيتم تجريف الغابة من الأشجار تماما، وإحلال نمط مختلف من أنماط استخدام الأرض مثل الزراعة أو التوسع العمراني. وعلى الرغم من أن الغابات المتدهورة بيمكن أن تفقد كل الأشجار، إلا أن استخدام الأرض لا يتغير. بتحتوي غابات الأمازون على عدة ملايين من أنواع الحشرات والنباتات والطيور والحيوانات، وأيضا أشكال الحياة الأخرى التي لا يزال العديد منها غير مكتشف بالكامل، وهو ما يجعلها أكثر الأنظمة البيئية غنى وتنوعا في العالم. وتعد غابات الأمازون من بين النظم البيئية الرئيسية الأكثر حيوية والأكثر عرضة للخطر على الأرض. أوضح الباحثون معدو الدراسة أن الأنشطة الزراعية والصناعية وأيضا كل التغيرات البشرية الأوسع نطاقا في مناخ كوكب الأرض بتؤدي إلى تدهور بيئات الأمازون بوتيرة غير مسبوقة. وأشاروا إلى أن استمرار فقدان غابات الأمازون بيكون لها آثار بعيدة المدى على نظام الأرض بأكمله. هذا وأضاف الباحثون، بينما نقترب من نقطة تحول لا رجعة فيها بالنسبة للأمازون، يجب على المجتمع العالمي التحرك الآن. وهذا وفقا للمؤلف للدراسة، فأن أيضا ما يقرب من 2.5 مليون كيلومتر من غابات الأمازون تدهورت حاليا بسبب التدخلات البشرية، والتي شملت الحرائق وقطع الأشجار فضلا عن الجفاف الشديد بسبب تغير المناخ. يقدر العلماء أن تدهور منطقة الأمازون له أيضا تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، والتي يجب إجراء مزيد من التحقيق فيها في المستقبل. ويقترح المؤلفون إنشاء نظام مراقبة لرصد تدهور الغابات، بالإضافة إلى منع الحد من قطع الأشجار غير القانوني والسيطرة على استخدام الحرائق. بيتمثل أحد الاقتراحات في مفهوم الغابات الذكية. هذه الغابات الذكية التي بتستخدم أنواع مختلفة من التقنيات وأجهزة الاستشعار لجمع البيانات المفيدة من أجل تحسين جودة البيئة، مثل فكرة المدن الذكية. إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.